لله من أسمائه 90 وتسعة من بعدها يتلون، جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة. أبو هريرة عن المختار صلى عليه الله في الأعصار. عن أبي ثعلبة الخشني جرسوم بناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيئوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. بالزمان ظاهر باطن أحقت بالمكان، في الحشر قدوس سلام مؤمن، مهيمن إني به لمؤمن، جبار وهو المتكبر علمي، وبارئ مصور في الرحم. أنت المليك مالك وملك، وإنني الفقير.